كمان التهاني امبارح خليني اقول لحضراتكم انهالت على منتخب مصر لكره اليد بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجه 25-25 والتاهل هنا لدور بقى الثمانيه بمونديال العالم بعد تقديم اداء رائع بالمباراه. وهنرجع نفضل نكرر تقديم اداء رائع بالمباراه والعوده بعد التاخر باربعه اهداف، ده اللي كان في الشوط الاول. التعادل بقى هنا بالمباراه والتاهل بسبع نقاط لدور الثمانيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئه للمنتخب الوطني، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسميه، شوفوا حضراتكم بقى: اهنئ ابنائي من المنتخب الوطني لكره اليد على الصعود المستحق لدوره ثمانيه والاداء المشرف، كما اؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضيه المصريه المشرفه وكافه الانشطه الرياضيه في مصر باعتبارها من اهم ركائز بناء الانسان، واكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضيه المشاركه متمنيا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد. يعني حاجة جميلة جدا لما تلاقي يا كريم تهنئة من رئيس الجمهورية. يا جماعة يعني رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، احنا قلنا من فترة ومن سنين يعني فاتت ابتدى يبقى فيه اهتمام كبير بهذا الملف، لما تلاقي كمان على أرض الواقع مش بس الرئيس بيقول انه مهتم بهذا الملف وبيشجع عليه، لا كمان متابع كمان بيهني، قد ايه دي بترفع الروح المعنويه وبتدي حتى رسائل للشباب وكلنا ان في حد مهتم بينا، في حد متابعنا، في حد يعني عايزنا نبقى افضل. انا بشوف ان امبارح الرساله دي في غايه الجمال، مش هقول بس الاحترام، الجمال. خليني اقول لحضراتكم كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كانوا زي ما حضراتكم شايفين حاضرين المباراه في رساله هنا بتؤكد دعم الدوله بكامل مؤسسات للمنتخب المصري في مختلف مراحل بطولة العالم لكرة اليد. يعني باختصار كده ممكن يكون الجماهير مش حاضرة، لكن اللعيبة بتاعتنا والمنتخب بتاعنا عارف ومتأكد ان مصر كلها في ظهرهم، فان شاء الله يا رب كده يفرحونا وبتكون البطولة دي والمونديال دي يعني مصري بإذن الله. وعلى صعيد الرسائل اللي انت بتتكلمي عليها، الحقيقة ان الرسالة بتاعت امبارح يعني تعتبر واحدة من رسائل عدة كلنا حضرناها وكلنا شاهدناها وشفنا من خلالها السيد رئيس الجمهورية وهو بيقدم نموذج ويعني قدوة كده لكتير جدا من الشباب، وخصوصا ان في اجيال يعني مننا كمصريين الحقيقة ما كانتش الرياضة واخدة الحيز اللي المفروض ان هي كانت واخداه في حياتهم، فابتدينا نشوف السيد رئيس الجمهورية وهو شخصيا بيمارس الرياضة باشكالها المختلفة وفي مناسبات مختلفة وفي توقيتات مبكرة جدا، كل دي برضو تعتبر من ضمن الرسائل اللي بين السطور اللي المفروض ان احنا من خلالها نعتبر ونشوف ان دي حاجة فعلا هتعود علينا كمجتمع بالنفع. وطبعا بالمناسبة اكيد في انعكاس ايجابي قوي جدا للمردود بقى النفسي للشخص مننا لما يبتدي يمارس رياضة حتى لو كان عايش حياته يعني كاملة ما كانش بيمارسها قبل كده، وكمان وده الاهم الانتاجية. فطبعا الرسائل دي رسائل مهمة جدا لينا وللمجتمع وللبلد ككل.